أطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة أنت الحياة في محافظة الغربية بقرية صنباط مركز زفتة، والتي تستمر على مدار 5 أيام لتقديم مختلف الدعم من الخدمات والأنشطة للأهالي في القرية والقرى المجاورة. تتنوع الأنشطة والفعاليات التي تنظمها المبادرة بين الأنشطة الرياضية والمسابقات، فضلاً عن تنظيم قوافل طبية لتوقيع الكشف الطبي في مختلف التخصصات وصرف العلاج بالمجان على المرضى. استكمالاً للدور الذي تقوم به مؤسسة حياة كريمة في تطوير وتنمية القرى البسيطة لدعم الأهالي الأولى بالرعاية، واصلت مبادرة أنت الحياة للمرة الثانية في محافظة الغربية وتحديداً في قرية صنباط التابعة لمركز زفتة، لمد مختلف أشكال الدعم للقرية وأيضاً للقرى المجاورة. الخدمات اللي بتقدمها أنت الحياة بتتنوع ما بين خدمات التوعية، وكمان مع خدمات التوعية خدمات دعم مجتمعي. إحنا عندنا فكرة في مؤسسة حياة كريمة إن إحنا مش بنقدم توعية فقط، ولكن التوعية لازم نلحق بيها خدمة. المبادرة هتكون على مدار 5 أيام. أنت الحياة فيها أنشطة بتهم الأسرة المصرية كلها، بداية من الطفل لحد الأب والأم والجد والجدة. تتنوع أنشطة وفعاليات هذه المبادرة لتستمر على مدار 5 أيام، لتبدأ أولى أيامها صباحا بعقد ندوة توعوية إرشادية للسيدات حول الإرشاد الأسري، فضلا عن تقديم تدريبات لشباب الخريجين على استخدام التكنولوجيا الحديثة، كذلك التدريب على المهارات الوظيفية. استفدنا كتير قوي، يعني كان في أنشطة كتير، مثلا كان في ندوة عن إزاي نحضر نفسنا لسوق العمل وإزاي بنعمل CV. استفدت جدا، فأنا بقول برضو الناس اللي هي بتسمع وما بتجيش فايتها كتير. سمعت من صحابي عن حياة كريمة ان هي منظمة دورة للذكاء الاصطناعي، ان احنا ازاي نتعلم، وتعلمنا النهاردة واستفدنا منها كتير جدا. لم تقف أنشطة المبادرة عند هذا الحد فحسب، بل امتدت لإقامة مسرح ترفيهي للأطفال، بالإضافة إلى أنشطة متنوعة لتنمية الملكة الإبداعية لديهم. بنقدم مجموعة جميلة جدا من الأنشطة وكبيرة، منها للطفل ومنها للمرأة ومنها للشباب. احنا عندنا مسرح العرايس وعرايس المارنيت والبلياتشو بنقدمه للأطفال، بيلاقي رواج كبير جدا عندهم، بالإضافة ان احنا بنقدم ورش فنية. جاي عشان ألعب، واتفرجت على مسرحية وحاجات حلوة، حاجات جميلة، ولعب كورة ودورات ومسرحيات. استمتعنا كتير، واتكلمت لنا عن صحتنا عشان ما نشربش سجاير وندمر صحتنا. الفعالية مستمرة لتقدم قوافل طبية لتوقيع الكشف الطبي في العديد من التخصصات بالمجان، فضلا عن صرف العلاج من الصيدلية الإكلينيكية بالمجان. المريض بيجي بيكشف في العيادة اللي هو جاي يتردد عليها، وبعد كده وبيعمل كمان تحاليل تبع مبادرة حياة كريمة بالمجان، وبعد ما بيخلص خالص بيجي هنا الصيدلية بروشتة بتاعته بيصرف العلاج، كل ده مجاني. والله نشكر للسادة المسؤولين اللي عملنا اليوم الممتاز ده، والدكاترة واقفين وبعونونا. أنا تبع حياة كريمة، الناس التعبانة بعونوها وبشلوها وجيبوا لها علاجاتها. عملنا الكارت وعملنا التحاليل وبنصرف العلاج مجانا من الضغط. الناس كويسين جدا، وكشفت ومية مية وخدت العلاج كمان مجاني اهو. هؤلاء هم غارمين وغارمات جاءوا إلى مؤسسة حياة كريمة ضمن مبادرة أنت الحياة، التي كانت طوق النجاة بالنسبة لهم، حيث استقبلت حياة كريمة بالتعاون مع مصر الخير طلبات الغارمين تمهيدا لبحث حالتهم للإفراج عن ذويهم، كما تم عقد ندوة توعوية حول مخاطر الغرم وكيفية تجنب الوقوع فيه. وبسطوني وتمام التمام، وبشكرهم هم حياة كريمة والرجالة بتوعهم كلك أحسن ناس. أنا كان عندي كارت كنت جايبها لابني، كان تعبان وكنت بعمل له أشعة ورسم مخ عشان عنده كهرباء زيادة عن مخ، فالظروف ما سمحتش بعد ما جوزي متوفى ما عرفتش أسد، فأنا عرفت إن حياة كريمة بتسد الكروت للناس، فأنا جيت عشان كده. الحمد لله ناس كرمة وكويسين، والحمد لله وربنا يعينهم للناس الغلاب. أنت الحياة مبادرة تعمل على قدم وساق في شتى أنحاء الجمهورية لتقديم الدعم وتيسير الحياة على الأهالي، ليكون تطوير وتنمية المواطن البسيط على رأس أولوياتها.